جديدة وشوط جديد، والزميل سعد بن مطلع العتيبي يرافقكم على هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا أيها الأخوة الكرام في كل مكان، هكذا هي رياضة الآباء والأجداد، وهكذا هي رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. تتواصل انطلاقاتها المميزة، وتتواصل هذه اللوحات التراثية الجميلة التي ترسمها لنا هذه المبدعات وهذه المنطلقات الأصيلات في كل الميادين وعلى ميدان التحدي. تتواصل هذه اللوحة الجميلة حيث نتواصل مع الانطلاقات دائما وأبدا، انطلاقات المنافسة القوية وانطلاقة التحدي ولا سوى. الكل يبحث عن الناموس، لكل مجتهد نصيب، من جد وجد يا مشاركين. عموما متابعينا الكرام، ننطلق مع هذا الشوط الخاص باللقاية البكار، وهو الشوط الخاص باللقاية البكار ضمن أشواطنا المفتوحة، وهو الشوط 13. على بركة الله تعالى، إذن ننطلق مع من تحتل المركز الأول. المركز الأول مشاهدينا الكرام سرابة. سرابة تحتل المركز الأول لسيد سعيد بن حفار المري، هو من يحتل المركز الأول مع سرابة، بينما النقل على المركز الثاني ومع حربة. حربة هي من تحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المشاغب محمد بن خالد العطية. نبارك له مشاهدينا الكرام حصول المحيط والسعدي على البندقية الذهبية التي كانت من نصيب المحيط والسعدي الذي انتزع الخنجر الذهبي في يوم الختام هناك في مهرجان المرموم. اذا المشاغب يتواجد مع حربة في المركز الثاني. اما ثالث المراكز فهنا الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة المحترف فهد بن سيف الخيارين. المركز الثالث تتواجد فيه العنود لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة المرعب ناصر بن مسفر الشهواني الذي اقتنص البندقية الذهبية مع المدير الذي أدار الشوط لمصلحته. نتابع المركز الخامس مشاهدينا الكرام، نتابع من القادمة لتنضم إلى قائمة الخمسة نجوم، إلى قائمة الفايف ستار. المركز الخامس وصلت الآن اللي تحتل المركز الخامس العنود لعبد الله بن سعيد الرومي المري. يا سلام، 3 كيلومترات على خط النهاية هي المسافة المتبقية. قطعنا كيلوين متر وثلاثة كيلومترات متبقية من عمر مسافة هذا الشوط الرسمية، والتي قرر لها أن تكون 5 كيلومترات كما هي متعارف عليها في كل الميادين التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي. أعود بحضراتكم مرة أخرى إلى مقدمة هذا الشوط، إلى من تنسج خيوط المقدمة لمن تبدع وهي من تسيطر على مقدمة هذا الشوط، اللي هي سرابة لسيد سعيد بن حفار المري. ولكن حربة تريد أن تكون على رأس حربة هذا الشوط، وبالفعل تحقق مبتغاها وتحقق مرادها بأن تكون هي بالفعل على رأس حربة هذا الشوط. وحربة إذن مشاهدينا الكرام تعود ملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المشاغب محمد بن خالد العطية. إذا حربة على المركز الأول، وهناك أيضا هناك المنافسة القوية من سرابة. سرابة لن تكون صيدا سهلا مع أبو عسكور سعيد بن حفار المري الذي ينطلق الآن ويستعيد مرة أخرى مقدمة هذا الشوط مع سرابة. سرابة إذا تستعيد حقوقها المنهوبة وتتواجد مرة أخرى على مرتبة الشرف وعلى قمة هرم هذا الانطلاق. المركز الثالث تتواجد فيه العنود، العنود تحتل المركز الثالث، وناصر بن مسفر الشهواني هو من يدير عملية التضمير، وهو من يعشق هذا الاسم عندما كان مشرفا على عزبة سيدي سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وعندما قدم لنا العنود، وعندما أيضا قدم لنا العنود الأخرى، العنود أم السيوف
هذه هي إذن العنود التي تحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة ناصر بن مسفر الشهواني. أما المركز الرابع فهنا أتابع وأراقب الشحانية، الشحانية على المركز الرابع على ميدانها الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمحترف فهد بن سيف الخيارين هو من يشرف على عملية الاهتمام والتضمير والمتابعة. المركز الخامس، نتراجع لنتابع المركز الخامس مشاهدينا الكرام، ونتعرف ونكشف عن هوية صاحبة المركز الخامس اللي هي بنت صوغان لهجن الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يضمرها أحد الشباب المتميزين خلفان بن خصيبة الظاهري، هو من يرافقها في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. خمسة أسماء إذن في ندائنا الثاني، ونعود إلى صراع المقدمة، إلى صراع الأقوياء، ودائما كما يقال بأن البقاء للأقوياء عموما سرابة. تحتل المركز الأول مع سعيد بن حفار المري، يا سلام يا راعي فزاعة يا راعي فزاعة. ينطلق إذن، ينطلق بن حفار مع سرابة، ولكن حربة على المركز الثاني وانطلاقة أخرى أيضا أتابعها للشحانية من الجانب الأيمن. بدأت الآن تسير بخطى واثقة نحو مقدمة هذا الشوط. الله الله الله، تجاوزنا الكيلومتر الأخير والشحانية تنطلق، وحربة كذلك بدورها تواصل الانطلاق المتميز وسرابة. وبنت صوغان وصلت، بنت صوغان، بنت صوغان الآن وصلت وغيرت إلى المركز الثالث. كذلك غزلان، غزلان وصلت الآن وانطلقت غزلان في ثالث المراكز في هذه اللحظات لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع المضمر السيد مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي، والوصول أيضا لمزنة لإبراهيم بن حمد النعيمي على المركز الرابع. والظبي أيضا تنطلق للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهبي سالم بن فاران المري. الله الله، انطلقت بن صوغان مشاهدينا الكرام، بن صوغان تنطلق في هذه اللحظات، ومزنة أيضا وكذلك غزلان. والثلاث 300 متر الأخيرة يا بن خصيبة، خلفان بن خصيبة الظاهري ينطلق مع بن صوغان في المقدمة وفي المركز الأول. الله يا سلام، البقاء للأقوياء مثل ما ذكرت، وبن صوغان هي القوية حتى هذه اللحظات وهي الأقوى. تهانينا إذن لهجن الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة على فوز بن صوغان بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت في غزلان أيضا لهجن الرئاسة. المركز الثالث مزنة للسيد إبراهيم بن حمد النعيمي. المركز الرابع الظبي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. والمركز الخامس الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. إذا مشاهدينا الكرام، الأقوى في هذا الشوط كان شعار هجن الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة القوية الفعالة لبن صوغان التي قطعت المسافة في 7 دقائق و54 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة وللمضمر أيضا خلفان بن خصيب الظاهر الذي تابع ورافق بن صوغان في هذا الشوط. المركز الثاني جاءت في غزلان وقطعت المسافة في 7 دقائق 54 ثانية و16 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة على فوز غزلان بالمركز الثاني، والثاني أيضا لمبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي على حصول بن صوغان على المركز الثاني. المركز الثالث كان من نصيب مزنة للسيد إبراهيم بن حمد النعيمي، 7 دقائق 54 ثانية 20 جزء من الثانية. تهانينا لبو حمد. أما في هذه اللحظات